يعني شو ما اطلب من رئيس جمهوريه جديد ما بعرف اذا راح يكون بالقدر اللي انا بحاجه له او كل الناس اللي حاجه له. هي انه هي قصه البطاله اللي موجوده هي اهم شغله، قصة وزارة الصحة وقصة التليفونات وقصة الطرقات وقصة المدارس، يعني طلبات المصيرية يعني لكل إنسان يعني لكل بشر، يعني هذا اللي بطلبه. إن شاء الله يكون على قد هالمسؤولية وقد هالحمل يا رب، إن شاء الله لنبني مستقبل منيح. تغير هالأحوال أحلى حال وحرك هالوضع وارتاح نفسية العالم، والعالم كله صار عنده يأس من هالظروف اللي عم بصير. بدنا يكون منيح يا صيدا ويخدم البلد. صيدا مش بس صيدا، مين صيدا؟ كل لبنان، كل لبنان. بس بدنا نحن رئيس جمهورية يكون عادل، يكون عادل ويكون قوي. اذا ما اجى قوي ما حيقدر يعمل شيء بهالوضع اللي نحن فيه، عالم احزاب فلتانة كل واحد يشد بالميلة. بدنا رئيس جمهورية يكون قوي وعادل، اكثر من هيك ما بدنا. أكيد يزبط البلد ويتزبط الأحوال، يعني الوضع بالمرة سيء على العالم كله، ما في إلا بيطلعوا لك بقرارات ورايحة على الفقير وعلى معطر، ما له ظهر ما له حدا. يعني شباب عم تضيع بسبب الدولة، وأنا ضد الدولة والرئيس. الله يصلح البلد ويصلح كل هيدا الغلا والأجرات البيوت اللي فاتحة الدنيا، هني بيكونوا مبسوطين والعطر علينا نحن على يعني الفقراء صراحة. بس نتمنى منه يكون يعني أحسن من غيره، ولازم بقى يحبوا بلدنا ويحب لبنان كلنا ونعيش كل الطوائف، مسيح ومسلم سن شيعة أخوة، لأن هذا البلد للكل وكلنا بدنا نشرب من هالبير وبدنا نعيش بهالبلد ونربي أولادنا زي ما العالم عايشة بالبلد برا، وهذا اللي بدنا إياه.